شوفوا رح نأجل تعويضات بعض العمال لبعدين من شان يروحوا ويرفعوا علينا دعوة ويقولوا وقفناهم عن العمل وما صرفنا لهم تعويض. ليش كم واحد اللي سرحناهم؟ 280 عامل. خلينا نقنع قسم منهم انه رح يقبضوا تعويضاتهم بعد كم شهر. مستحيل، لانهم فهمانين الوضع، ما بظن رح يقبلوا بهالشي. ايه وصلنا لطريق مسدود. ما ضل قدامنا غير انه نعلن افلاسنا. لا استنى شوي، خليني روح التقي بشركاتنا الاجانب. انا كتير متامل انه الجماعه يوقفوا معنا. اذا كان في حدا بده يساعدنا كان عرض مساعدته قبل ما نطلب منه. وشو بدك تقلهم؟ على اي اساس رح يقبلوا يساعدونا؟ على القليلة انا عم حاول، ماني قاعد على الكرسي مرتكي وعم نظر من قفا الطاولة. لو كانت بتنحل هيك كنت انا كمان اقترحت نفس الشيء. طمن، معناتها بتسكت. خلاص 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 حاجي بقى. شوفوا لازم نعجل شوي ونبيع الاصول غير المنقولة. لا تحسب حساب البيت تبعنا، انا ما رح بيع بيت ابي ابدا. بس البيت للشركة مو الكن. اذا ما بدك تتنازل عن البيت ادفع حقه وخليك قاعد فيه. أبي بزمانه دفع حق البيت وبزيادة، أصلاً هالشركة كلياتها قامت على كتافه لأبي. يا حقير، أنا لساتني عم داريك بس كرمال خاطر أبوك كنت راح أفتح لك بيتي لأويك، إذا بدي فيني أرميك بالشارع. لا تعصب صديقي. مانك سامع شو عم بيحكي منير؟ حاجي أنت التاني صرعتنا. شو عملت أنا؟ وعم تزعل كمان؟ نحن عم نحكي بإفلاس الشركة وأنت بيناتنا وعقلك مو هون؟ وشو فيني اعمل؟ ما دام مانك نافع لشي عود عاقل بقى. حاجة طق 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 طق. لا تقلب خلقتك بوشي وكأنه مو عاجبك الحكي. مانو اكلان همشي لسه مشغول بمرام وطراب السخن. ايه شو قصدك انت؟ سليم منير اتركه خليه ينقلع دربي سد ما يرد. مو ناقصنا غير مرام مشاكلها. ما عاد همكن حدا يا واحد عم يتواقح معي والتاني عم يفكر بطليقته. مستقبل الشركة على كف عفريت وهو ما على باله شي. شو صار لك؟ اتركني بحالي. لا تعيط بوشي. شو سويت لي يعيط علي؟ شو عملت له؟ وطي صوتك ولك. اللي شو بيفرق الحبس عن هون؟ طالما ايدي ورجلي مربطين ماني حسان حتى حاسبه لمصطفى، ولا حسان حاسبه لمرام، ولا فيني اعمل لمرام، ولا فيني اعمل اي شيء. ولك لحد امبارح كنت خايف ومرعوب منه وعم بتدور على شيء ارجع لتتخبى فيها. شفت كيف انتقم مني هالواطي؟ هو وهالحقيره مرام اللي كيف بدي انتقم منهم؟ لا إلي طريقه لحاسبهم على عملتهم. خلص حالك من الورطه تبعك بالاول. شو فكرك خلصت القضيه حتى عم بتفكر بالانتقام؟ ها؟ لازم بهاي الفترة تكون حذر كتير يا ابني، لأنه كل العيون مفتحة علينا. لا تنسى الدعوة ووفاة مراد والأزمة اللي عم بتمر فيها الشركة هون. فكر بكل هدول. لك نحن بورطة لهيك حاجة تورطهم بشكلك الخاصة. مانك فهمان علي. اليوم مرام تحددني وحطت عينها بعيني قدام الكل بالمستشفى. مرتي خانتني ومع مصطفى. لك ابني شو مرتك هي؟ ما أنا مرتك هي طريقتك. هالشي كمان ماني قادر أبلعه. أنا انتهيت، ضعت خاله. هدي لي حالك شوي واصعد نهار مثل مراد. خلي ببالك ما تحمل مصيبته وصارت عبء على كتافه وما قدر يحمله. لو كان هو قوي ما كان صار فيه كل هالشي. لهيك خليك قوي خاله. عم فكر فيه طول الوقت، ما عم بيروح من بالي. ليش تركناه ليضيع منا؟ ليش ما جبناه معنا لاسطنبول لما اجينا؟ او ليش ما ضلينا نحن معه؟ منيح اللي انكم ما كنتوا هنيك، كان خلص عليكم ثلاثتكم سوا. لو كنتوا هنيك هديك الليلة كريم كان قتلكم انتوا معه كمان. التقى بمراد ما مسك حاله قام قتله. لو كان ملتقي فيكم ما كان خلص عليكم. مزبوط ولا شو؟ ادعوا لربكم انه كريم كان مشت الشرطة. ولا كنتوا هلا عم بتدوروا على قرنة لتتخبوا فيها مثل الفيران.